وشوشة. والله يعني أنا قبل الحلقة قابلته وده اللي وطرني جدا، لأنه لقيته غير متوقع، غير متوقع، ما بقيتش عارفة أعمل إيه، فبقيت قبل الحلقة مش عارفة أعمل إيه، يطلع ولا ما يطلعش، طب أعتذر وأقول لهم بطني وجعاني وأمشي وأروح ولا أعمل إيه بالظبط. وبعدين قلت إيه، ربنا كريم، أنا هطلع واللي ربنا عايزه هيكون، يعني إن شاء الله ربنا هيقدرني. بس كانت لا، يعني ده اللي هو مش عارفة تتصرفي، وفي نفس الوقت ضيف ليه احترام، يعني مهما حصل هو ضيفك في الآخر، فانت لازم برضو تفضلي مسيطرة على أعصابك. هو كان يعني كان لا صعب. نكتة الحقنة بصراحة ولا مش عارفة ايه، قالت له طب اوريكي المكان اللي باخد فيه الحقنة، قال لها وريني، قالت له الصيدلية اللي هناك دي. وقبلها كان بيكلمني عن انه هو عنده مسج في الحياة وانه هو ضد التحرش، وقلت له ده تحرش، ده التحرش بعينه النكتة دي، فما فهمتش يعني دي بقى اللي هو قفلتني قفله، ما بقتش فاهمه حاجه. وبعدين في الاخر قال لي انا عايز بقى اوجه رساله للاطفال، قلت له اوعى ارفع ايدك من على العيال. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواتي. www.washwasha.org